ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصادر خاصة أن مستشفى ابن طفيل بمراكش شهد استنفارا لمصالح الأمن يتقدمهم والي أمن مراكش وكبار المسؤولين والسلطة المحلية ومسؤول الصحة بالمدينة الحمراء. وحسب مصادر خاصة فإن حالة الاستنفار تسبب فيها تعرض أحد الحراس الشخصيين للملك عشية البارحة لإصابة على مستوى القدم جراء وقوع حادثة سير لسيارة مرافقة للموكب الملكي كانت تقل الحارس المصاب. وحسب مصادر موثوقة فإن الحارس المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.